السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي طبخ سهل مع سناء. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طرطة بكريمة الكابوتشينو او كريمة القهوة، كذلك طبقة مقرمشة كتعطي واحد تقرمشة الجاتو زوينة بالفيوتينو ومجموعة من الاشياء. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. هاد التورته هذه صراحه البنات سهله في التحضير ديالها وكتجي بنينه. كذلك غادي نشارك معكم كلاصاج ميروار احمر، نزلنا عن طلب بعض الاخوات اللي بغاو كلاصاج هكا باللون الاحمر. وغادي نشارك معكم كذلك طريقه تحضير ورود هكا للتزيين بعجينه السكر. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفوا المكونات ومراحل التحضير ديالها. فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات الجنواز كنحتاج 6 الحبات ديال البيض في المجموع بحراره المطبخ، 190 غرام ديال الدقيق الفورس مغربل، 190 غرام ديال السكر سائل سكر حبيبات، فانيليا سائله او سكر الفانيلي كان متوفر باش غادي نسمو الجنواز، ورشه صغيره ديال الملحه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا قسمه المكونات على جوج لانني غادي نحضر جوج ديال لي جنواز، وحده غادي نشاركها معكم والثانيه غتكون بنفس الطريقه. ندوزو نشوفوا الطريقه. بالنسبه لاول حاجه غادي نحضروا الجينواز في بول اللي كيكون نقي كيكون فيه تقطره ديال الماء. كندير البيض، حتى ديال الحباس ديال البيض بحراره المطبخ، كنأكد عليها ان يكونوا بحراره المطبخ ما يكونوش باردين. خرجوهم الثلاجه قبل ما تحضروا الجينواز. كنضيف على البيض 90 غرام ديال السكر سنيده، وكنضيف الفانيليا السائله يعني باش غادي نسم هذا الجينواز. هذا ممكن ديروا اي نكهه كتفضلوها. كنضيف اخر حاجه رشه صغيره ديال الملحه. من بعد كنطرب هاد المكونات كاملين بالدراب الكهربائي، ضروري الدراب الكهربائي حتى كنحصل على واحد الخليط اللي هو مضاعف 3 اضعاف الخليط. كذلك كيتغير اللون ديالو، ما كيبقاش هكا صفر كيرجع لون ابيض. غادي نبقى مستمره على هذا الشكل هذا تنطربو. اكيد غادي نوريكم القوام ديالو من بعد ما غادي نطربو ويتغير ليه اللون ديالو. كيف ما كتعرفوا بالنسبه للكميه ديال السكر دائما كتتماشى مع الكميه ديال البيض، يعني كل بيضه 30 غرام ديال الدقيق 30 غرام ديال السكر سنيده. الله يرجعلكم ديروا حتى 10 د البيضات، كل بيضه دير لها 30 غرام ديال السكر و 30 غرام ديال الدقيق. يعني هذه قاعده بالنسبه للجنواز. بالنسبه للاخوات اللي غادي يجيهم البيض تعطل ليهم باش غادي يطلع 3 اضعاف الخليط، دائما كنشاركها معكم انكم هاد البول هذا اللي كتطلبوا فيه المكونات ديال الجنواز تحطوه فوق من واحد الكاسرونه هكا ولا اناء اللي يكون فيه الماء سخون، يعني كتطلبوه فوق من حمام مائي هكا باش كتساعدوا ان البيض كيسخن وبسرعه كيضاعف الحجم ديالو. صافي هنا بعد ما طربتو كيف ما كتشوفوا معايا كنحصل على هذا الخليط بحال هكا، كيكون خفيف ومهوي، كذلك اللون كيتغير ما كيبقاش لونه صفر كيرجع لونه هكا شويه ابيض. كنضيف الدقيق، بالنسبه للكميه ديال الدقيق 90 غرام، ما كنضيفهاش دفعه واحده، كنقسمها على هكا على دفعات بالغربال او صفايه. كنغلب الكميه من الدقيق، من بعد كنحاول نخلط هذا الدقيق هذا مع الخليط اللي عندي بحركه دائريه، يعني ماشي كنخلطوه عادي بحال الكيك، يعني حركه دائريه كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل حتى كنحصل على الخليط انه شرب هذيك الكميه ديال الدقيق. من بعد عاد كنضيف الكميه الثانيه ديال الدقيق من بعد ما كنت هي غربلتها، وهكا كنبقى مستمره حتى كنكمل 90 غرام كامل اللي عندي ديال الدقيق. يعني بالنسبه للجنواز باش ينجح معاكم ما تضيفوش الدقيق دفعه واحده، واخا تكون الكميه ليا قليله ضيفوها بشويه بشويه. وبالنسبه للدقيق كنكونو مغربلينو من قبل وكنعاودو نغربلوه المره الثانيه فوق من الخليط، يعني كنحاول نعطيكم هكا الاسرار اللي يخليو الجنواز انها تنجح معاكم، خصوصا المبتدئات اللي ما كتنجحش ليهم. يعني كيكونوا شي هكا شي مسائل اللي هي بسيطه ممكن اننا نستغناو عليها، بحال با هكا في الدقيق نغربلوه غير مره واحده ما كاينش نعاودو نغربلوه المره الثانيه، ولكن فديك التغربيله المره الثانيه كتعطي واحد القوام اللي هو احسن للجنواز. هنا بعد ما كملت 90 غرام ديال الدقيق الخليط بحركه دائريه هذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كيكون خفيف ومهوي بزاف، ما كتكونش بالقوام ديالو بحال الخليط ديال الكيك المعتاد. بالنسبه هنا للمول غادي ندير هاد لاطارت هادي على شكل قلب. بالنسبه للمول ما عنديش شي مول هكا على شكل قلب، خديت غير الاطار لبست ليه مزيان الورق الالومنيوم باش نحصل على مول على شكل قلب. من بعد كناخذ شويه ديال الزيت او زبده اللي عندكم، كندهن مزيان الورق الالومنيوم، من بعد كنوضع في الوسط ورق الزبده، ضروري ورق الزبده بالنسبه للجنواز.
كانوا وضعوها هكا من الوسط ديال هاد المول هذا، وحتى هو كان دهنوه بشويه ديال الزيت ولا شويه ديال الزبده باش هكا كنتاكد ان الجنواز ما غاديش تلصق ليا على الورق ديال الزبده، لان كيكون فيه ماركات حمراء كنطيح فيه كيلصق. من بعد ما كندهنوه كنفرغ هاد الكميه ديال الجنواز او هاد الخليط هذا في المول، وانا رافعه يدي الفوق باش كتجي هكا الجنواز مهويه وخفيفه. ومن بعد ما كنفرغ الخليط كنحاول هكا نوزع مزيان الخليط ديالي بسباتيو على الجوانب باش هكا كنوصلهم مزيان الجوانب، وكنخبط هاد المول هذا ربعه الخبطات حتى ثلاثه هكا باش كنزول الفقاعات اللي كيدخلوا في الخليط. وبالنسبه للمكونات اللي بقاو ليا غادي نعاود نحضر بهم حتى هما جينواز بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد العمليه هادي او هاد الطريقه هادي لقيتها عمليه بزاف على الجينواز اللي كنحضروها في مول اللي هو كبير، من بعد كنوزعوها ومن بعد ما كطيب كنقطعوها بالصيغ اللي بغينا. صراحه هذه كتخرج جنواز كامله مكموله، ماشي بحال الاخرى كتخرج وحده كامله وحده ما كاملاش، يعني كيكون فيها غير هكا الطريفات. صافي انا من بعد ما درت الخليط في المول كندخلها للفران اللي كيكون مسخنه من قبل لمده ديال 7 دقائق حتى 10 دقائق، النار مهيله غير من التحت بحال الطياب ديال الكيك، حتى كنشوفها ان راه نشفات وطابت. صافي كنشعل عليها شويه من الفوق باش كيذهب ليها اللون ديالها من الفوق، وكنخرجها ما كتفوتش 7 دقائق باش ما كتجيناش الجنواز اليابسه. وفهاد القصه هادي كندوز باش غادي نحضر طبقه المقرمشه، واللي كنحتاج ليها 60 غرام ديال الفيوتين، 60 غرام ديال اللوز كونكاسي، 60 غرام ديال الدقيق الفورز، 60 غرام ديال السكر سنيده سكر حبيبات، و 60 غرام ديال الزبده تكون بحارات المطبخ، و 60 غرام ديال الشوكولات اسود او على حسب الخليط، يعني 60 غرام في كل حاجه. بالنسبه للطريقه في المقيله كندير 60 غرام ديال الدقيق الفورز اللي سبق ليا وغربلته، كنضيف 60 غرام ديال السكر سنيده، يعني دائما كنعاود نذكر معكم المكونات. كنضيف 60 غرام ديال اللوز كونكاسي يعني اللوز مهرمش، ممكن تعوضوه بكاوكاو، وكنضيف 60 غرام ديال الزبده تكون بحاره المطبخ باش بسرعه تذوب لينا مع الخليط. كناخذ هاد المكونات كامله اللي دات في المقيله كنديرهم فوق معافيه اللي كتكون شويه متوسطه ما تكونش مجهده، وكنبقى مستمره في التحريك حتى كنخلط هاد المكونات مزيان. في الاول غادي تذوب الزبده وغتجمع لنا هاد المكونات، من بعد كيبدا يذوب السكر كيرجع على شكل كراميل، هو اللي كيخلي هاد المكونات كامله تجي مقرمشه وكتعطي لك واحد التقرمشه في هاد الطبقه هادي. يعني ما تغفلوش على المكونات بالتحريك حتى تحصلوا على هاد المكونات كامله تحمرات، يعني الدقيق و اللوز كونكاسي تحمروا ياخذوا واحد اللون اللي هو شويه بني. اكيد غادي نعطيكم تسمعوا الصوت ديال القرمشه باش تعرفوا القوام علاش كنهضر. بعد ما حصلت على المكونات تقرمشوا كنضيف 60 غرام ديال الفيوتين وكنخلطهم مزيان هكا حتى كيتخلطوا مع بعضياتهم. عاد لي كنضيف 60 غرام ديال الشوكولاط اسود اللي ذوبته في حمام مائي، هنا كنحركو بفرشه، من بعد ما حسيت بان راه دافي كنخلطو مزيان بيديا باش هكا كنحكم المكونات كامله تخلط مع الشوكولاط. بالنسبه لهاد الطبقه المقرمشه سبق شاركتها معكم بدون فيوتين، بالنسبه للاخوات اللي ما متوفرش ليهم فيوتين ممكن يحضروها بلا فيوتين، غنخلي لكم الرابط ديال التورطه اللي شاركتها معكم فيها في اخر الفيديو ان شاء الله. ومن بعد ما كنخلط هاد الطبقه هادي كنخليها جنب وكندوز نحضر كريمه بشونتيي بمذاق الكابوتشينو او بمذاق القهوه. بالنسبه لمكونات كريمه الكابوتشينو كنحتاج كاس الا ربع ديال الماء بالكاس ديال العنبه، كاس الا ربع ديال العنبه سكر سنيده، كاس الا ربع ديال العنبه قهوه سريعه الذوبان. بالنسبه لمكونات كريمه شونتي كنحتاج علبه وحده من وزن 100 غرام تكون بارده، مع 125 ملل ديال الحليب ما يعادل كاس ديال العنبه زائد جوج معالق عامرين مزيان كبار. بالنسبه لطريقه تحضير كريمه الكابوتشينو، في بول كندير كاس الا ربع ديال الماء، كنضيف عليه كاس الا ربع ديال القهوه سريعه الذوبان، وكنضيف كاس الا ربع ديال السكر سنيده. كنطرب مزيان هاد المكونات بالضراب الكهربائي حتى كنحصل على كريمه اللي كتكون طالعه مضاعف الحجم ديالها بحال شكل كريمه الشونتي، وكتكون خفيفه كذلك اللون ديالها كيتفتح ما كيبقاش هكا اللون غامق. بالنسبه لهاد الكميه هادي ديال كاس الا ربع من كل حاجه غتخرج ليا كميه كثيره، انا الغرض من هاد الكريمه هادي كنحتفظ بها في المجمد
الوقيته اللي كنبغيها كنستعملها مع الحليب. بالنسبه لكم الا كنتو غتحضروا نتوما غير لهاد الطرطه هذه، ضربوا غير معلقه من كل حاجه، يعني معلقه قهوه سريعه الذوبان، معلقه ديال الماء، ومعلقه ديال السكر سنيده، غتعطيكم كميه اللي هي قليله باش تحضروا هاد الطرطه هذه. صافي هنايا بعد ما حصلت على كريمات كابوتشينو، هذا هو القوام ديالها، كتكون هكا بحال شكل الشونتي. بالنسبه للطريقه كيفاش كنحتفظ بها في المجمد، كنديرها هكا في واحد البواطه، كنعمرها فيها هكا مزيان وكنسدها وكنديرها في المجمد الوقت اللي كنبغيها، كنديرها مع الحليب. بالنسبه لهاد الكميه هذه غادي نخلي واحد الكميه اللي هي قليله اللي غادي نخلط مع الكريمه اللي غادي نديرو للطورطه. بالنسبه لكريم شونتي، في بول كندير كميه ديال الحليب ديال 125 مليلتر، يعني كاس ديال العنبه وجوج معالق عامرين مزيان كبار، وكنضيف العلبه ديال لاكريم شونتي. بالنسبه للحليب ولاكريم شونتي ضروري يكونوا باردين مزيان باش ملي كنطربوها كتطلع لينا بسرعه وكتجي عقده. صافي كنطرب الحليب مع لاكريم شونتي بالدراب الكهربائي حتى كيضاعف الحجم ديالها، وكنحصل على لاكريمه اللي هي واقفه وعقده. هنايا من بعد ما قربت لاكريم شونتي طلع، كنضيف ليها كريمه القهوه او كريمه الكابوتشينو اللي سبق وحضرت معكم، كنضيف جوج ديال المعالق حتى ثلاثه، وكنعاود نطرب مزيان بالدراب الكهربائي حتى كيندمج كريمه القهوه مع لاكريم شونتي، وكندوق وكنشوف المذاق كيفاش داير، واش ممكن نضيف من كريمه القهوه او لا، لان هاد الكريمه بالضبط كتكون شويه مره، يعني ما تضيفوش كميه اللي هي كثيره، ضيفوا بشويه بشويه وانتم كتذوقوا حتى تحصلوا على المذاق اللي بغيتو. صافي كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنحصل على لاكريم اللي كيكون مخلط ما بين كريمه القهوه وكريمه الشونتي، وكتكون واقفه وعقده مزيان. وهذا هو القوام ديال لاكريم بعد ما طربته، كيجي هكا واقف وعاقد. صافي كنخليه جنب وكندوز نحضر السيرو باش غادي نسقي الجينواز. بالنسبه لمكونات السيرو، كنحتاج كاس ديال العنبه ديال الماء دافي، معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. بالنسبه هنا واش نحضر شي سيرو اللي هو حلو باش ما تجيش الطورطه حلوه بزاف. صافي كنخلط مزيان القهوه مع السكر مع الماء دافي باش غدوب ليا فيه القهوه سريعه الذوبان. من بعد ما كنحصل عليها كخليط متجانس، صافي كنخليه جنب باش كنسقي به الجنواز ديالي. صافي هنايا كندوز باش نمونطي الطورطه في الطبسيل ديال التقديم، كندير هذا الورق الخاص بالكرتون الخاص بليطارد مع هذا الاطار اللي خدمت فيه الجينواز. كنحط الطبقه الاولى ديال الجينواز. بالنسبه للجينواز راه قسمتهم بالخيط، تحذف ليا المقطع فاش كنت كنقسمهم. صافي كنسقيها مزيان بهذا السيرو ديال القهوه. بالنسبه للسيرو ممكن ديروا اي سيرو كتفضلوه نتوما، غير انا مادام درت هنايا الكريمه بمذاق ديال القهوه خليت السيرو هكا حتى هو بمذاق ديال القهوه، وكذلك باش نتفادى السيرو اللي كيكون حلو بزاف، باش ما تجيش الطورطه حلوه اكثر من اللازم، لان الجنواز فيها السكر، الكريمه حلوه، كذلك الطبقه المقرمشه حلوه، باش تجي هكا حلاوه هي متعادله. صافي هنا بعد ما سقيتها مزيان بالسيرو، ناخذ الخليط ديال الطبقه المقرمشه، هذا هو الشكل ديالو عن قرب كيف ما كتشوفوا معايا، يعني الشوكولاته ما كيكونش كثير بزاف باش غادي يجمعنا هاد المكونات. صافي كنوضع طبقه اللي هي كتكون طبقه مهمه، يعني طبقه كثيره شي شويه فوق من الجينواز. من بعد ما كندير الطبقه المقرمشه كنحاول هكا نثبتها مزيان بالمعلقه باش كتشد الشكل ديال المول. من بعد كندخل المول المجمد حتى كتشد الطبقه هذه مزيان راسها، يعني الشوكولاته ما كيبقاش يلصق لينا في يدينا. من بعد ما جمدات ليا الطبقه المقرمشه كيف ما كتشوفوا معايا الشوكولاته ما بقاش كيلصق هكا في يديا، كناخذ الكريمه اللي طربت كناخذها وكنديرها فوق من هذه الطبقه هذه من الفوق، وكنوزعها غير بالمعلقه، ما كنخدمش بشي ادوات اللي هي ما متوفراش، يعني المعلقه كلشي عنده المعلقه، كنوزعها هكا حتى كنعمر الطبقه كامله بالكريمه. وباش نتاكد ان الجوانب واخدين حقهم من الكريمه كنوزع بنصف دائره او المنقله، لان دائما كنخدم معكم بالمسطره فاش كنبغي نقاد لي طارت، بما ان هذه على شكل قلب ما غاديش تحكمها ليا المسطره. كناخذ نصف دائره وكنحاول هكا نوزع بها الكريمه مقاده على الجوانب ومن الوسط، وكنبقى مستمره بنفس الطريقه. طبقه ديال الجينواز كنسقيها، كندير فوق منها الكريمه، طبقه ديال الجينواز كنسقيها والكريمه، حتى كنكمل طبقات كاملين اللي عندي ديال الجينواز.
هنايا كناخذ الطبقه الاخيره ديال الجينواز. كيف ما كتشوفوا راه كتجي الجينواز اللي هي ناجحه، كتجي خفيفه، كتعطيكم الطعم تخدموا بها كيف ما بغيتوا. كنوضعها فوق من طبقه ديال الكريمه وكنسقيها حتى هي بالسيرو ديال القهوه اللي حضرت معكم مزيان باش كتجي هكا الجينواز رطبه. هنايا بقى لي شويه من الطبقه المقرمشه باش هكا ما يضيعش، غادي نديروا فوق منها الطبقه الاخيره ديال الجينواز، غادي نوزعوا عليها مزيان. من بعد توا كنقادوا بالمعلقه حتى كيتبت فوق من الجينواز. صافي انا بعد ما قديته مزيان كندخلو المجمد حتى كنتاكد ان هاد الطبقه هذه حتى هي جمدات، ما بقاش الشوكولاتة كيلصقينا في يدينا. صافي هنايا من بعد ما جمدات لي هاد الطبقه المقرمشه كندير طبقه اخيره من الكريمه حتى هي كنوزعها بالمعلقه. من بعد ما كنقادها باش كنتاكد جوانب واخدين حقهم من الكريمه كنعاودهم نقادهم بالمنقله او نصف دائره. وبالنسبه لهذا الوجه الاخير ديالها ضروري تفينوه مزيان وتقادوه، يعني باش لما عندكمش باش تقادوه انا عطيتكم هكا الحل باش تقادوه مزيان، يعني نصف دائره حتى كيتفينا مزيان. صافي هنا بعد ما قضيت لها الوجه الفوقاني ديالها كندوز الموس على الجوانب ديال الاطار وكنزولو، ومن بعد كنحاول هكا ندهن الجوانب بالكريمه كاملين على الدوره ديال التورته كامله ندهنها بالكريمه ونفينيها مزيان. دهنوا باي اداه عندكم، معلقه موس اللي عندكم خدموا به. وبالنسبه هكا الجوانب باش غادي نزيد نفينيهم حتى هما غادي نعاود ندوز عليهم بالمنقاله مزيان باش كنتاكد ان الكريمه مقاده عليهم ما كتجيش جهه طالعه على جهه. ومن بعد ما كنقادها مزيان كندخلها للمجمد حتى كتجمد مزيان كتولي بحال الحجره عاد اللي كندوز باش غادي نزينها. بالنسبه للزين غادي نشارك معكم دابا المكونات ديال الكلاصاج. بالنسبه للمكونات كنحتاج 300 غرام ديال الشوكولات ابيض يكون نوعيه مزيانه، 300 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل كاس ديال العنبه زائد كاس الا ربع ديال العنبه ثاني، عندي 300 غرام ديال الجليكوز ما يعادل كاس ديال العنبه زائد ربع الكاس. هاد البواطه هادي فيها 250 غرام، زدت عليها معلقه عامره مزيان كبيره وعطاتني 300 غرام. كنحتاج 150 غرام ديال الماء ما يعادل كاس الا ربع بالكاس ديال العنبه، و200 غرام ديال الحليب محلى ما يعادل كاس الا ربع ديال العنبه. كنحتاج 8 الاوراق ديال الجيلاتين، عندنا النكهه ديال الفريز مع الملون الاحمر. بالنسبه هنايا النكهات كيتمشاو على حسب اللون اللي غادي ديروا، كنتو غديروا خضر غديروا النكهه ديال البيستاج وهكذا. المهم بالنسبه للطريقه، في بول كندير الشوكولاته الابيض باش غادي نديرو يذوب. بالنسبه للشوكولاته 300 غرام حاولوا تاخذوا شي نوعيه تكون مزيانه باش يعطيكم كلاصاج اللي هو مزيان. من بعد ما درت الشوكولاته صافي كندير هنايا في حمام مائي كيذوب وكنرجع للجيلاتين 800 ديال الاوراق وكنرطبهم في كاس ديال الماء وكنخليهم جنب. كناخذ كاسرونه وكندير فيها 300 غرام ديال السكر سنيده يعني كاس ديال العنبه زائد كاس الا ربع اخر، كنضيف 150 غرام ديال الماء يعني كاس الا ربع ديال العنبه، وكنضيف 300 غرام ديال الجليكوز يعني كاس ديال العنبه زائد ربع الكاس. هنا بالنسبه للجليكوز باش غادي تزولوه من هذا البول هذا او اي اناء، فزقوا المعلقه بالماء وخذوا بها الجليكوز راه كيهبط بسهوله ما كيعذبش. هنايا باش غنهبط داكشي اللي بقى ليا من المعلقه كنفزق يديا بالماء وكنهبط هكا الجليكوز بصبعي، يعني كيهبط بسهوله بالماء. كناخذ هاد المكونات كامله دات في الكاسرونه كنديرهم فوق عافيه اللي هي متوسطه وكنبقى مستمره في التحريك حتى كيذوب ليا السكر في الماء وكذلك الجليكوز حتى هو كيذوب، يعني ما كيبقاش هكا مكتل كيبقى هكا حجره. وكذلك بالنسبه للسكر ما كيبقاش لونه بيض وما كيبقاش حبيبات. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا راه بدا كيذوب ليا الجليكوز وكذلك اللون ديالو كيتغير، يعني كيجي يبان لكم هذا الخليط هذا بحال موسخ، يعني داك الجليكوز هو اللي كيعطي هذا اللون للخليط ديال السكر مع الماء. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما ذاب الجليكوز مع السكر كيرجع لهذا الشكل، كيتغير اللون ديالو كيرجع هكا ابيض بحال الحليب. غادي نخليه حتى يغلي مزيان ونحصل على فوقعات في الخليط. كيف ما كتشوفوا معايا هنا الخليط بدا كيدير فوقعات، صافي غادي نطفي عليه العافيه وكنرجع للشوكولات. هنا كندير على نار مهيله باش يتقاد ليا مع الوقت ديال تحضير الخليط اللي في الكاسرونه، يعني كنحركو هكا باش نساعدو يذوب بسهوله او بسرعه. هنايا بالنسبه للخليط كيف ما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل، يعني كيكون داب السكر مع الجليكوز. كناخذ الوريقات ديال الجيلاتين اللي رطبت معكم في الماء كنعصرهم مزيان الماء، ضروري خاصهم يترطبوا ما يبقاش فيهم نهائيا الماء، وكنضيفهم الخليط وكنحركهم بهذا السباتول هذه حتى كيذوبوا.
وفي نفس الوقت كنضيف لحليب مركز المحلى 200 غرام، يعني كاس الا ربع ديال العنبه، وكنخلط مزيان هاد المكونات غير بسباتيو حتى كيندمجوا مع الخليط، كذلك الجيلاتين كيدوب في السخونيه ديال الخليط. من بعد ما خلطت المكونات كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، كنخليه جنب. كناخذ هنا الشوكولاته من بعد ما ذاب، يعني ضروري خاصو يكون دايب مزيان، كنضيف عليه هاد المكونات كامله اللي خلطت في الكاسرونه يعني مباشره، وكنخلط هاد المكونات غير بالسباتيو للبنات في هاد المرحله هادي بالضبط. ما تحركوش بالضرب الكهربائي وما تحركوش بالضرب اليدوي، غير معلقه ولا سباتيو باش غتحركوا هاد الخليط هذا، ولكن حركوه غير من التحت، يعني ماشي بحال كنحركوا الخليط ديال الكيك، غير بالمهل غير من التحت باش ما كيتشكلوش لينا فوقعات في الخليط ويخسر لينا الكلاصاج. صافي كنبقى مستمر على هاد الطريقه هكا، غير من التحت كنحركوا حتى كيتخلط مزيان. من بعد ما كيتخلط الخليط مزيان كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. كناخذ هنا واحد زليفه ولا شي اناء، كندير فيه واحد الكميه اللي قليله من الخليط، كنضيف راس المعلقه ديال النكهه ديال الفريز ولا ديال الفرامبواز لانهم بجوج باللون الاحمر، راس المعلقه صغير لان كتكون مركزه هذه النكهه هذه، وكنضيف اللون الاحمر. هنا الكميه كتبقى على حسب الرغبه ديال اللون اللي بغيتو نتوما. وباش غادي نتفادى الكويرات اللي كيكونوا في هذا الملون غندوزو في الصفايه باش هكا نتفادى الكويرات ما يعذبونيش، باش غادي نمزجو مع الخليط. من بعد كنخلط هاد المكونات كاملين مع النكهه والملون حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. من بعد ما كنخلطو كيكون الشكل ديالو هو هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كناخذ الخليط ديالي كامل وكنضيفو عليه، وكنخلط غير بالمهل غير من التحت باش ما كنتشكلش لينا فوقعات في الخليط ويخسر لينا الكلاصاج، يعني غير بالمهل غير من التحت حتى كيتخلط بالسباتول. من بعد ما خلط الخليط كيكون هذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. كناخذ بول اخر وصفايه، ضروري هاد الخليط هذا يتصفى في صفايه رقيقه باش نبقاو ناشي كتل ديال الجيلاتين او طريفه هكا ديال او كويرات ديال الملون، نزولوهم ما يخسروناش الكلاصاج. صافي هنا بعد ما صفيتو هذا هو الكلاصاج ديالنا، غادي نغطي عليه ونخليه حتى كيدفى مزيان، يعني كيولي بحراره المطبخ عاد اللي كنديروه فوق من الكاطو اللي كيكون جامد، يعني ضروري يدفى هذا الخليط هذا ما يكونش سخون باش ما يذوب ليناش الكريمه. صافي هنايا خديت التورته ديالي بعد ما جمدات كيف ما كتشوفوا معايا، الكريمه ما بقاش كتلصق هكا في يدينا، كنديرها فوق واحد الشبكه، تحت منها واحد طبصيل او بلاطو اللي غادي يستقطر فيه الخليط ديال الكلاصاج. صافي كناخذ انا الكلاصاج بعد ما دفى درتو هكا في هذا الاناء هذا اللي كيكون ساهل باش نوزع به الكلاصاج على التورته، وكنبقى هكا نفرغ الكلاصاج فوق من التورته من الفوق ومن الجوانب حتى كتغطى مزيان. وبالنسبه لداكشي اللي كيهبط لينا في الطبصيل تحت ممكن نعاودو نجمعوه ونديروه في واحد البواطه ونديروه في المجمد، الوقيته اللي غادي نبغيو نجبدو غير نسخنوه في حمام مائي ونعاودو نغطيو به تورته وحده اخرى، يعني راه ما كيضيع ما حتى شي حاجه. وحتى الا ما كفاكمش الكلاصاج ممكن تاخذوه منه هو وتعاودوا تغطيو به الكاطو ديالكم. من بعد ما غطيتها مزيان نخليها حتى كتسقطر هاد الكلاصاج الزائد عاد كنكمل ليها التزيين. بالنسبه للتزيين غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال الورود بعجنه السكر. هنا خديت عجنه السكر باللون الابيض، كنطلقها مزيان هكا بالمدلك. من بعد ما طلقتها بالمدلك كناخذ هنا القطعه، بالنسبه للقطعه تكون دائريه اول حاجه، وبالنسبه للحجم ديالها ماشي مهم، يعني على حسب الحجم ديال الورده اللي بغيتو نتوما. هنا انا حضرت هنايا وريضات اللي هما شويه متوسطين، يعني درت القطعه اللي هي متوسطه. صافي كنقطع العجينه السكر كامله هكا دوائر. من بعد ما قطعت الدوائر ديال عجينه السكر كناخذهم هكا وكندير وحده شاده على وحده كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لعدد الدوائر ما كيبقى على حسب الكبر ديال الورده اللي باغي نتحضروا، انا هنا درت 9 ديال الدوائر. من بعد ما درت وحده فوق وحده كيف ما كتشوفوا معايا كنثبتهم مزيان باش كيلصقوا على بعضياتهم، وكنبدا نلف من الراس الاول ديال الدائره الاولى، يعني كنلفهم عادي او كنلويهم عادي حتى غادي نكمل الدوائر كاملين. على طريقه اللي هي سهله يعني كنلفهم بسهوله. من بعد ما لفيتهم كنحصل على هذا الشكل، كنبقى نقد هذوك الجوانب ديال الدوائر ديال عجنه السكر كنهبطهم لتحت باش كنحصل على الشكل ديال الورده. من بعد ما كنقاد الجوانب مزيان كنحاول نضغط على الزائد ديال عجنه السكر من التحت وكنزولو بالموس ولا بيديا ولا بغيتو تخليه ماشي مشكل.
من بعد ما شكلت الوريضه كتجي على هذا الشكل، كتجي في الشكل ديالها اللي هو زوين. غادي نخليها كجنب كتنشف، وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه للدوائر كامله اللي باقيه عندي، باش غادي نشكل وريضات، يعني دائره شاده على دائره ونلفهم بنفس الطريقه، وفي الاخير غادي نشكل في المجموع ثلاثه ديال الوريضات بنفس الطريقه. صافي، هنايا بعد ما شكلت الوريضات كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجي على شكل باقة ورود. ممكن انكم تزينوهم بالالوان اللي بغيتوا بالنسبه لعجنه السكر تكون ملونه. غادي نخليهم هكا فوق واحد الطبيصل حتى كينشفوا مزيان، عاد غادي نزين بهم التورته ديالي. هنايا رجعت للتورته بعد ما استقطرات مزيان من الكلاصاج. هنا خديت بالنسبه للتزيين كيف ما دائما كنقول لكم، التزيين كيبقى على حسب كل واحد وكيفاش كيتصور الحاجه قدامه وعلى حسب المتوفر. انا هنايا خديت شوكولاته ابيض محكوك، هذا خديته جاهز البنات لانه كيكون زوين وما كيذوبش نهائيا، ماشي بحال اللي كنصايبوه في الدار. صافي، كنديرو لها هكا في الجوانب ديالها، ولكن ما غاديش نغطي جوانب كاملين بالشوكولاته، غير النصف ديال الجوانب كيف ما غادي تشوفوا معايا، يعني ما غاديش نطلع الشوكولاته حتى الفوق. بعد ما كملت الشوكولاته على الجوانب كتجي على هذا الشكل. كناخذ هنايا الوريضات اللي شاركت معكم بعد ما نشوفو مزيان، كنحطهم هكا تزيين اللي هو بسيط هكا فوق من التورته غير باش تهرس ليا داك اللون ديال الكلاصاج اللي هو احمر. زينت هكا بشي حاجه اللي هي بيضاء بحال الشوكولات بحال الوريضات هادو. وهذا هو الشكل النهائي للتورته ديال اليوم. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، واخا جا شويه الفيديو طويل، ولكن حاولت انني نشرح جميع المراحل التحضير ديالها باش تنجح معكم، خصوصا المبتدئات اللي ما كتنجحش ليهم الجنواز اولا الكلاصاج. نتمنى الفيديو يكون فادكم ونال الاعجاب ديالكم، والتورته تكون عجباتكم. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا البصيمه ديالكم، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وهكا غادي نكمل معكم هذا الفيديو، الى فيديو ما جي ان شاء الله. مع السلامه، خليت لكم الراحه.